أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نفى قادة ثوار معسكر رحبة الدروع تاج راس صلتهم بالأشخاص الذين أدارتهم قوة الردع الخاصة في شريط مصور على أنهم متورطون في الهجوم على مطار معتيقة. وبحسب الصفحة الرسمية لمعسكر الرحبة، أكد قادة الثوار تاج راس وقوفهم ضد الإرهاب، معتبرين ما نشرته قوة الردع محاولة لتأجيج الرأي العام وكسب تعاطف الناس. وأكد الثوار على تمسكهم بمبادئ ثورة فبراير وحرصهم على قيام دولة المؤسسات والقانون وبناء الجيش بعيدا عن أي ولاء لأي حزب أو جماعة أو دولة أخرى. استهدفت ميليشيات الكرامة بالمدفعية الثقيلة مساء أمس الخميس مواقع تابعة لمجلس الشورى مجاهدي درنة بمنطقة الظهر الحمر جنوب المدينة. وقال المسؤول الإعلامي لمجلس الشورى محمد المنصوري في تصريح صحفي إن التحشيدات العسكرية التي تعدها ميليشيات الكرامة هي مجرد تضخيم إعلامي لبث الفزع والخوف بين الأهالي، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد المجلس لصد أي هجوم على المدينة. يشار إلى أن ميليشيات الكرامة كلفت سالم الرفادي بإمرة الميليشيات المحاصرة لدرنة خلفا لكمال الجبالي، الهدف فيما وصفته الاستعداد لمعركة اجتياح مدينة درنة المدينة المحاصرة منذ مطلع أغسطس الماضي. عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها إزاء منع أهالي تورغا من العودة لمنازلهم من قبل ما أسمتها بعض العناصر المتشددة. البعثة وعبر موقعها الرسمي نددت بالتهديدات التي طالت نازحي تورغا أثناء محاولتهم العودة، كما انتقدت البعثة محاولات ابتزاز النازحين ماليا للسماح لهم بالعودة الآمنة إلى ديارهم. يشار إلى أن البعثة رعت منذ سنتين مشروع مصالحة بين مصراتة وتورغا بالتنسيق مع الحكومة المقترحة يفيد بعودة نازحي تورغا إلى ديارهم في الأول من شهر فبراير الجاري. قال المعهد الدنماركي للدراسات الدولية أن تنافس القوى الإقليمية في ليبيا نتج عنه فراغ أمني وعقد تشكيل قيادة فعالة تساعد في عودة الأمن والنظام لليبيا. المعهد في دراسة لا نشرها الخميس وتابعتها التناصح طلب الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالنظر في كيفية ملء الفراغ الأمني في البلاد، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية تلقي بظلالها بشكل كثيف على منطقة شمال أفريقيا. وحذر المعهد الدنماركي من تأثير التنافس بين دول مصر والمغرب والجزائر على ليبيا وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن التنافس بين هذه القوى الإقليمية يعيق إنشاء قيادة فعالة في البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.